ما فيه الكفايه في اول الكلام ده، لكن في كلام انت ممكن ما حضرته نزوق منه نمشي وين احنا اصلا لازم حميد تيجي الكلام ده نسمع عقله انت رايك فيه شنو انت سمعته بالنهر انت ما سمعته الكورونا دي السودانيين قالوا ما بتجيهم ما بتجيهم الله ينزل الفل فهمت الله ينزل الفل دي الغريبين جدا ما دخلت ما ضابط يعني ما ضابط ما في ناس شايلين سلاح انت نوف يعني حيعمل شنو يعني يضرب انت نوف يضرب باي حاجه متمردين انت دايرين تضرب ودايرين تنهب ودايرين تسرق ودايرين تروع ودايرين تقتل ودايرين تعملوا اي حاجه ويتفرج فيكم اي زول اي ضابط قدر تطلعوا لا هايدي هتمشوا فيها انتوا هنا حيبقى روحها وربنا ما جاب لكم السم القدر غداكم كلهم اللي محبوسين زي الوقاويد في البيوت لا هاي يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين انت لسه ما اخذت الدرس يا مجاهد دي ما ضباط دي ما ضباط دي ما من حقهم يدافعوا عن الوطن القوات اللي كانت بتحارب فيها كان كلها معظمها من تشافت ضباط من القوات التشافية كانوا يحاربوا في السودان انت كنت دايرهم يعملوا شنو يضحكوا لكم يجيبوا لكم الزهور والورد يغنوا لكم اهلا بكم تعالوا والله انتوا ناس غريبين انتوا ناس عجيبين يا اخوانا دارفور دي لازم تمشي يا اخوانا دارفور دي لازم تمشي يا اخوانا دارفور دي لازم تمشي يا اخوانا والله الفسق والفجور والبلاء والوباء اللي جينا من دارفور قسما بالله تاني ما نشوف زيه يا اخوانا دارفور دي ما تفكونا منه يا اخوانا دارفور دي ما تخلصونا منه يا اخوانا دارفور دي نحن ما تعبنا خلاص نحن حيختارونا بالسم حيختارونا بالطائرات حيختارونا بكل شيء يا اخواننا نحن ما خلاص نحن ما قياداتنا ما فاتت نحن من الناس اللي وصلوا السودان ما ماتوا نحن من الناس الاندلوزة للسودان ما ماتوا هؤلاء الرخصاء هؤلاء العملاء هؤلاء الذين يبيعون اي شيء يجدون أن يبيعون هذا الوطن الأبي يا أخوانا دارفور ده ما تفكونا منه يا أخوانا دارفور ده ما تخلصونا منه يا أخوانا هؤلاء العملاء الرخصاء ما تخلصونا منهم يا أخوانا دارين يجوا حاربونا بالضباط التشاديين دارين يجوا حاربونا بالقوات التشاديين دارين يجوا يلعبوا ويسرقوا ويخربوا ويفتحوا الحدود من الغاشي والماشي نحن الليلة تملينا برعاية غرب أفريقيا بدارفور نحن موادنا كلها طارت بدارفور نحن سكرنا الليلة في غرب أفريقيا يبيعوا فيها ويشتري جينا ان احنا ما لاقين فيها العيش الليله بدارفور في غرب افريقيا احنا بترولنا الليله الواقفين فيه صد بين دارفور في غرب افريقيا انا ما داري اكمل الباقي يعني انا فاهم كلامك اللي بتقوله يا اخوي فضل الله لك التحيه انت انسان راكز كتار انا ما قلت لك انا ما قاعد اتكلم بالقبليه وانت عارف كلام زي ده كويس وانا بحترم رايكم كلكم لكن الكلام ده ما بيمشي ساكت بالمناسبه يا جماعه ما بيمشي ساكت رايك شنو انت 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 كده خليني انا حامد ده انت رايك شنو كده تاخذ نفسك زي حامد ياغوب ده اخوانه اشقاءه اثنين كاتلينهم بنفس المنظومه دي واسره نصها كلها مشرده وناس كلها نصها قاعدين في المعسكرات ودي بتجي بتتكلم بنفس الكلام ده وبتوزعه في الجروبات وانتوا ما دارين تردوا بتقول لي لا ده ما رد ما ملينا زمان وقت كنا دارين نطلع مليونيات بتاعت السلام قلتوا مليونيات السلام ملينا طيب انا دار اعرف انتوا 200 يعني انا دار اعرف كده ل200 نحن نقعد نسكت ل200 نقعد نسكت يا اخوي فضل الله ل200 نسكت الكلام ده انا ما دار نقول نحن قلناه اصلا لكن رايك شنو انت بالكلام ده الراي شنو فيه هل انه احنا نسكت كلام زي ده يحصل ونحن نسكت عليه الله يقدر وراجعته من اول لحد هسي الله يبدأ يتكلم في ثلاثة حاجات أول حاجة اتكلمنا في أحدنا في باسوندا واستضيفنا زول يتكلم في مشكلة باسوندا والحصل فيها جبنا أولادنا الموجودين المسجونين في غرب مصر برضو الله فالناس شافوه جبنا المرل وصحانة دي كلام قالته والكلام ده حارق جدا برضو عشان ما نحن نقول والله العظيم نحن واقفين معاها ولا هنشتم ما هنشتم لكن ده القائد يحصل عشان كده نحن كمان ما عندنا زول عندنا منو نحن هسي هلال اوه يا ابو علي منو بالنادي بالنادي حميدتي نقول له تعال امسك النادي كلهم دقينهم جوا
تعالوا انتوا ناس الحركات المسلحة التشادين ديل، تعالوا تاخذوا النادي كلها جوا. ده الكلام اللي ما في يحصل، ده الكلام اللي ماشي يحصل، عشان احنا ما يسيئونا يقتلونا ويسيئونا. قال لا تمثل المرأة دي، قال بتمثل لا تمثل الا نفسها. شوف انا اوريك حاجه واحده، انا بوريك حاجه واحده، اي انسان لو ما عنده ظهر ما بقول الكلام ده. وخليني من كلام المرأة دي، قال لك خلي قصه الكورونا دي لو انتهت نحن هنصفيكم جوا هنا ده قبل ما تمشوا قدام. ونفس الخليه الحسي حاليا قاعده في شرق الدعيل وبتاع الناس اللي بتتجنب، ونفس الخليه الحسي حاليا بتطلع كويس في اللايفات في محلات الثانيه بتحاول انه بتفتن في الناس من جهاز الامن الوطني والمخابرات، والبقول انه دارفور دي لازم نضغط النادي عشان ينفصلوا ويمشوا. كلام ده ما بيتم، نحن دارين وحده الوطن، نحن ما دارين انفصال. نموت ما يفضل فينا ولا ذل، لكن والله ما نفصل السودان اصلا. السودان ده لا يتفصل، وما في قوه حسي في وقت الراحل يجي يمتد بالنادي به ونشيد به، يجي يمسك البلد دي، يجي يمسك النادي كلهم يدخلهم لنا جوا. الان في تمرد في الجيش، في تمرد ماشي في الجيش، يجب تدخيل النادي كلهم في الحبس في وقت الراحل. ولما السلام ده يخش واي زول واي انسان ركب جريمه يتحاسب، انسان ما ركب جريمه يطلع بيتهم بالمعاش. ما دارين فريق في الجيش ده ذاته. انا ما بتبع الفتن يا بها بلل ابدا، انا ما ذو الفتن. ما دي حاجاتكم الحاصله في جروباتكم هناك، انتوا بتعملوا الكلام ده ليه؟ الشينه منكوره خلاص. انا ما سئت زول، ما قلت حاجه، دي الحاجات الحاصله عندكم في جروباتكم المسرب. انت رايك شنو نفتح مواضيع ثانيه؟ في حاجات افهم من كده، رايك شنو انت؟ والله انا بحترم ناس هنا قسما وعظما، بحترم ناس، والله في حاجات ما قاعد اجيبها، والله العظيم انا بحترم ناس، اقسم بالله العظيم انا بحترم شباب هنا ده، شباب من الضناغله والمحس والجاعلين والشوايق كلهم، والله العظيم انا بحترمهم. عشان كده في حاجات ما قاعد اطلعها قسما وعظما، ما قاعد اطلعها عشان وجوههم بس، ما عشان اي حاجه ثانيه. ليه؟ لانه عارف انهم رجال ودارين الوطن ده يكون وطن. مش في مثل بيقول لك في قصاد عين تكرم 100 عين؟ عشان كده في حاجات ما قاعدين نطلعها هنا قسما، ما قاعدين نطلع، نتكلم بجنبه بجنبه كده من ذوقه منها، عشان ما تكون الوطن ما تجعجع زياده. ابقوا طيبين، اتماسكوا اتكاتفوا، واذا بقي في العمر بقيه حنتلاقى كل يوم الساعه 9 كويس. قال محليه باسندل وامكن. طيب نستضيف زول من ناس باسنة، محل الباسنة حصل فيها كالعادي، محل الباسنة الحبش اختطفوا أولاد ثلاثة من قبائل الفولاني، والنازل أسرهم جو الحامية بتاعت الجيش، بلغوا النازل قطع عليهم فدية 6 مليار جنيه سوداني. الأحباش قالوا دايرنا، جو بلغوا الحامية، وناس الحامية قالوا إحنا ما ماشيين ولا عندنا شغلة والكلام ده. في وقت الراحل إحنا ما جانا بوعي إشارة تحرك. المواطنين ما صبروا على حسب كلام الإنسان ده، أنا ما هقول اسمه كويس، المواطنين ما صبروا، قاموا عملوا طوف واتحركوا ومشوا محل النادي اللي وعدوهم بس لأنهم ما يجيبوا لهم القروش، وعملوا كمين. لما عملوا الكمين دايرين حاصروا النازل يمسكوهم، الحبش ديل قاموا ضاربوا النازل وضربوا منهم 2 كتروم، 2 من الاحباش ديل كتروم، وفكوا الاولاد الثلاثه ديل، والاولاد والاحباش ديل بعد ما كتروم رفعوهم هم وسلاحهم، جابوهم في القياده حسي هلم بتاع محلية باسندة. الجثمان موجود في محلية باسندة الليله، يعني جيش ورطان. فهمت الكلام ده؟ ده نفس الكلام اللي بيفتش فيه منه، بيفتش فيه المرغني عشان يجعجع المنطقه دي، عشان صد النحده ما صد النحده. وموضوع باسندة ده موضوع طويل جدا، الحتات دي في ناس اتكلمت فيها كثير جدا بالمناسبه،
واهلنا ديل بيعانوا معانا شديده جدا. فانا بحاول لو استضيفه تاني ممكن هو يشرح لكم اكثر اذا كان لقيت طريقه. يكون في حاجه انا نسيتها ولا كده؟ انا ما اعرف. الو، السلام. مرحبا، ممكن تعيد لنا كلامك ده تاني يا اخي؟ في ناس جادوا دارت تسمع كلام باسون ده. مع الموضوع اللي حصل لكم شنو بالضبط كده؟ اول حاجه هي ليك اخونا الراكز دائما حامد يعقوب، شاكرين لك الاهتمام بالالهام الشارد. الحصل انه ثلاثه من في مجموعه من الشفته الحبشيه، اي زول بيعرفهم في المنطقه هناك، اعتقلوا ثلاثة من الرعاة من أهل الفلاتة الأمبررو الموجودين في المنطقة، يعني هم رعاة ناس موجودين في المنطقة ورعاة. بعد ما مسكوهم فاتوا قالوا دايرين يا أخي فدية 3 مليار 6 مليار بالجنيه السوداني. اتصلوا بأهلهم وقال لهم يا أخي دايرين 6 مليار بالجنيه السوداني. في حامية في محلية باسوندا اللي هي اللي بتتبع عليها المنطقة ذات منطقة تاية اللي قبضوهم منها دي. في هي تابعه لمحليه باسندا، فاتوا للحامل في باسندا قال لهم يا اخي عندنا ثلاثه من اولادنا الرعاه مسكوهم منظمه الشفته الاجراميه وطالبت بفديه 6 مليار، يا اخي اتحركوا معانا نرجع الناس. الحامل قال لهم والله احنا ما بنتحرك لانه ما جاتنا تعليمات. قال لهم خلاص خلونا احنا مشينا نلحق النازل، قال لهم ما تمشوا. على حسب الاهل ودمهم حار وسودانيين ودي الحبش ما بردوا الحكاره والزله زي الحكومه العامه بتعمل مع مواطنه وتعامل الانبطاحي مع الدول اللي حوالينا. المهم الناس دي زهجوا وفاتوا استنفروا ناس الحله، فاتوا باسلحتهم ومرقوا. على حسب هم في منطقه حدوديه وفاهمين الطريق فاتوا كملوا للحبش قدام. يعني ما فاتوا بالطريق طوالي، فاتوا كملوا لهم قدام لانهم عارفين المنطقه، هم رعاه والحدود متداخله. مجرد ما ظهروا الحبش وشايلين الرهاين اطلقوا نار لانهم شايلين اسلحه، اثنين من الحبش شايلين اسلحه، اطلقوا نار قتلوا اثنين من الحبش اللي هم تابعين للشفته. البقيه فروا وجروا خلوا الرهاين. اهلنا دير شالوا الرهاين جابوهم راجعين الحمد لله، حرروهم وجفكوهم. والاثنين الرموم اللي قتلوهم من الحبش ما خلوهم في الخلا، شالوهم جابوهم للحاميه رموهم للناس الحاميه. ناس الحامية هنا خشوا في إحراج مع حكومة الإقليم المحازي للقضاء اللي هو إقليم الأمهرة. ده كله والكلام ده بيتم بالضبط كده. الكلام ده امبارح، الأحداث دي كلها حصلت امبارح وبس من الليل لحد الصباح الليلة. النادل بلغوا السلطات ما اشتغلت بهم طوالي، اتحركوا هم على حسبهم اصلا ناس رعاة وناس عارفين الطرق، تصرفوا فعلا الحمد لله ربنا وفقهم ونصرهم لانه هم مظلومين صراحه. طيب الوضع الحسي كيف عندكم؟ والله النادي مستنفره لانه الحكومه اصلا ما متجاوبه ولا بس لما تحصل حاجه. يعني هسي الموقف اللي حصل ده الحكومه الان هي مش يعني سعيدة أنهم جابوا ناسهم، هي الآن خايفة من ردة الفعل بتاع إقليم الأمهرة لأنه قتلوا اثنين من الحرامية الشفتة. هي منظمة إجرامية الشفتة، أي زول من شرق السودان عارف، أي زول من القضارب وكزلة عارف المنظمة دي، منظمة إجرامية أصلا يعني بيسرقوا شكل عصابة كده. يعني هي الدولة ما راعيها رسميا لكن الإقليم عارفة وخاليها تزرع في أراضي السودانيين وتسرق، ما في زول بيزالهم. كويس، طيب احنا شايفين لك عندك اي وصيه؟ انا بس حبينا انه في ناس جات متاخره وفي واحد سال وفي واحد لسه. نقول الان احنا الان الحاجه اللي بنقول الصوت ما واضح. الصوت ما واضح، صوتك ما واضح، كان في اتصال تقريبا. كده عيد كلامك ده تاني، يا ريت تعيد كلامك ده تاني، يا ريت تعيده لانه كان في زول اتصل وصوتك ما سمعني. انا رسالتي بوجهها للغايه محمد حمدان دقلو.
انه وجه قواته لمنطقه الفشقه او باسندا، محليه باسندا بالتحديد، لانه الحاميه العسكريه في باسندا ما شغاله بالمواطن، ما عندها شغل الشفته يخشوا ويمرقوا، وما عندها شغل المواطنين ذاتهم لما يمشوا يصدوا لما تحصل مشاكل يقول لهم يا اخي جيبوا لنا مشاكل مع جيراننا الاحبش، الان ما دايرين معه مشاكل. طيب ما دايرين مشاكل لا من نلقى الفشقه سياسه الامر الواقع، لا من نلقى الاحباش خشوا وزرعوا فيه وقعدوا يعني، ولا كيف؟ ما في مواطن بيرضى، ما في مواطن سوداني حر بيرضى ارضه ويرضوا وينتهك يعني. لو الحكومه بترضى المواطنين ما بيرضوا والله، لو يموتوا كلهم ما بيرضوا. طيب شكرا لك كثير، انا قلت رسالتنا لك انه يا ريت انك انت يعني تكلم الناس هناك، الناس يعني انتوا بالذات كليان مقاومه موجودين هناك، تبقوا 10 وتدحروا الفتن وتقيفوا مع الناس وتقيفوا في اراضيكم، وما في زول يمشي يتعدى، حتى لو الناس يعني خلوا الموضوع للجيش وخلوا القوات الحكوميه هي تتصرف، لكن الناس ما تمشي. احنا ما عندنا مشكله، لكن القوات هي ما قعدت ما بتلعب اي دور، لما يجي يبلغوها ما بتشتغل بالموضوع. ودي عصابه، هي الشفته هي ما ناس حراميه، هي عصابه منظمه عديل. والموضوع ده قاعد يحصل كل سنه يعني، بالمناسبه ما السنه دي بس، كل سنه قاعد يحصل الموضوع ده الا فتره الخريف فقط نحن بنكون مرتاحين. ليه؟ لانه صعوبه المنطقه والمنطقه طينيه ما بنقدر نتحرك، لكن مرحله الصيف فتره الصيف دي كلها بيسرقوا وبينهبوا. احنا شاكرين لك كثير ان شاء الله، وكثر الله بخير، تحياتنا لك كثير ان شاء الله. الله يكرمك. ولجان المقاومه احنا قعدنا معاهم وقعدنا مع ناس الحاميه، نحن ملتزمين بالهدوء ما عندنا مشكله، لكن الحكومه لازم تحل الموضوع ده. شكرا لك. الله يكرمك يا حامد، شكرا لك جديد واهتمامك بقضايا هامش العريض وكل السودان. تحياتنا لك كثير ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك. طيب انا في ناس هنا داير ارد لهم قبل ما استضيف ابو شحد الدخيلي. طيب ما انا قصه قبيلتي وما قبيلتي دي انا ما شغال بيها، فهمت اسمع كلامي ده كويس عشان تعرف حاجه واحده لازم تعرفها وتخطها في بالك تماما، يعني اسمع كلام ده كويس. هلو انا اصلا برضه بتبع لنفس القبيله دي، من اكبر قبائل في افريقيا يعني اسود افريقيا. فاهم الكلام ده كويس ولا لا؟ فاهم انت لو عندك استقلال ذاته ممكن يكون الاسرائيلي الاسري رفع على السودان، ممكن ترجع للناس دي، خليني مني انا وخلي من غيره، هو تبجير الغالي عثمان محمد طه الحراميه دي كلهم منهم، انت فهمت؟ فهمت الحاصل ولا لا؟ فهمت الكلام ده كويس؟ مرحبا والسلام. مرحبا ابو شاد. تحياتي لك يا اخو، تحياتي لكل الموجودين معاك في الطائف. تسلم. الصوت واضح؟ صوت واضح، تفضل. تسلم كثير اخوي، والله انا ما بحب دائما ارد على التعليقات، في بعض الاخوه هنا بيجي متاخر في اللايف وبص العرض بتاعي ما بيكون فاهم شيء، لكن السودان الجديد بمكوناته كلها ان شاء الله حيكون في بوتقه واحده، وحنوصل رساله للعالم انه النسيج الاجتماعي في السودان ما نسيج عربي خالص، بيجي قليل مع عرب مع فارغه، نحن ما بنعتمد العروبه بشيء. الحاجه دي بنسيجها، شد انتباهي الموضوع بتاع مع زيد باسل ده. الشغله دي يا حامد ما جديده، الشفته دي الموجودين من سنين يعني كلام ده فرقوا بالحدود، والان الجيش بيقوم بتواصل كبير جدا عبر التغريد عبر البوابات دي. يعني في شغل بتاع ارتزاق مهم هناك. فصوتنا عبر منبر الدبي نوصله للقوات النظاميه انها تقوم بدورها الاخلاقي تجاه الوطن وتحمي الحدود، لان الفشله مسيطرين الليله. لما نجي نمسك الفشله كنموذج ونمسك جبال بني شمون، المنطقه اللي هي حاله سودانيه. صحيح. هي طرفه ما في دول تقدر تفوز عليها. صحيح. لكن السودان لعبوا في حدودنا دي وقسموا البلد يا ريت تودي السماعه دي بعيده منك شويه عشان صوتك يكون واضح. السماعه وديها بعيده منك شويه. تفضل. كده واضح. طيب رسالتنا دي للقوات النظاميه انها تقوم بدور الاخلاقي والمهني بدل التقاعس اللي فيه الحكومه السودانيه والضعف والعوائل فيه. لأن استباحة الحدود دي مسألة أمن قومي ما لازم تكون مقبولة.
فدي النقاط الكور داخل فيها، والنقاط الثانيه بعض المستقلين اللي بيتكلموا عن القبائل والعقليه والعنصريه والبيشوف نفسه في المقطع الصوتي، فوضع طبيعي يا اخونا حامد يطلع بالتسجيل ده في ظل الازمه الميدانيه، لانهم هم كرسوا للعنصريه دي في 30 سنه وخلوا الشعب السوداني ده مشغول في بعضه. لكن المساله دي انا اعتقد انها خلاص، انا بفتكر انها انتهت تماما، وجاء سودان جديد موحد ما فيه عنصرية. الكيزان دي الحنزيلو للمسبلة التاريخ، الآن عندنا مجابهين بوضع كورونا وانت موجود فيه وبنسميك الشهيد الحي يعني في منطقة، يمكن لو كل الليلة تحديدا عندكم 4995 اللي هي حالات إصابات في اليوم ده. فمعركتنا مع الدحاقة مع الحونة حقين الثورة مع الكيزان مؤجلة، لكن بنسيلو للمسبلة التاريخ، فما عارض أقول عليك لأنه ما يفرق صحيح صحيح. فأهلنا في نيالة الآن أخونا أقعد في بطن نيالة وعمل مراكز الوعي والتعبين للدولة الثانية وحركات ارتفاع المسلح، وياريت لو تسر النقاش للجدية دي، لأنه عارف التفاصيل والتضاريس والمعسكرات انها هي لو انتشر الوضع هناك انعاني شديد جدا. فتحياتي لك وبحييك وبحيي كل الحضور معك ان شاء الله. تحياتنا لك كثير، وكلم عثمان خليه يجي على صفحه حامد يعقوب، ويا عثمان يا ريت تتصل على حامد يعقوب ادم، يعني عثمان بيتصل على الصفحه بتاعت حامد يعقوب، خليه يجي بالصفحه حامد يعقوب ادم. اديك عثمان، اي ادي لهم، هم قاعد يتصل في اللايف دايركت على اللايف ذاته، لكن هم شير ولايك كثير يا جماعه. طيب بخليك اخونا حامد بنحييك وبنحيي نظاراتك وبنحيي جودك اخونا. تسلم يا راكس. نذكر جود الشهداء الاسلام والابرار، بنغطي رجالك يا حامد، وبنغطي الحاله اللي انت فيها، وبنغطي الشغل الكبير اللي قاعد تقدمه، وما بنساوي بسودان واحد في سعي الجنين خالد العنصرية. وزي ما قال اخونا التخيري، احنا بنسمع عنصريات في الفتره الاخيره دي تجد بشكل يعني فعل ورد فعل، لكن الحاجه اللي حصلت من المعركه الاسلاميه المهمه لتسجيل اللافت في التواصل الاجتماعي ده ما يمثلنا احنا، ده ما من ما كنا عايزين نكون مثل الكون بتاع الشمال السودان، لكن ده ما يمثلنا، واحنا بننبذ التسجيل ده بندينه وبنستنكره، وحتى بنعمل اجراءات ضدها. يعني احنا ما بنسمع يا عثمان سامعني؟ دقيقة بس، الناس تعمل شير بالقلب الأحمر يا جماعة، الناس تعمل لايك بالقلب الأحمر عشان تحافظوا لللايف ده يا جماعة، الناس القاعدة هنا كلها. الناس تعمل لايك بالقلب الأحمر. نعم، تفضل يا عثمان واصل. أما اللايف ده يقطع. طيب يا جماعه ساعدونا بالشير باللايك بالقلب الاحمر عشان نقدر نواصل رسالتنا، لان احنا الان كلنا في مرحله عصيبه في تاريخ مفصلي في وطن ممزق، بنحاول نداوي روحه، بنحاول كلنا نتماسك عشان نعبر الفتره الصعبه دي من جديد. حقيقه ما هو السودان الجديد؟ السودان الجديد يسع كل نداوي جراح، نداوي جراح بعضنا ونبنيه زي ما قالوا قوة قوة. نحن ما بنسمح لأي واحد أي من كان، حتى إذا كان من الشمال، نحن نقول الشمال، لكن ما بنسمح لها إلا تجي تحاول تقسم النسيج الاجتماعي ده مرفوض رفضا باتا يا حامد. ودي رسالة لكل الهارش ولكل أولاد دارفور وكل كردفان وشمال كردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة، باتا نحن في شمال السودان ده ما يمثلنا ولا يمثل اي نتيجه شمالي، ده بيتمثل نفسها، واننا بنحاول نوصلها هي ذات، نشوفها هي قاعده وين، وما بنخلي انه الرسائل دي ثاني تطلع، لانه الرسائل دي هي ذات في النهايه تسربت من جروبات يبدو انه في او تسربت من رساله كانت بترسلها لواحد او لواحده او في جروب. نحن ما بنسمع الحاجه دي يا اخوي حامد، ودارك تثق ودارك تقود في بطن زي ما بيقولوا بطيخه صيفه. إحنا الصومال نحن دعاء السلام، نحن لما تلاقينا في الثورة يقرا في واحد في وطن واحد في قضية واحدة اللي هو قضية
اسقاط البشير كلنا كالبنا وساقطنا البشير كلنا مع بعض صحيح. في الداخل وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. عشان كده احنا الحشرات انا بشوفها عن سوريا بمعنى الكلمه. واحنا لما نواجه الحاجه احنا بنواجهها نتمنى انه كمان لو في عنصريه مقابل او عنصريه ايوه وهي ثانيه مضاده اتمنى برضه الناس تواجهها. ويا جماعه الناس ما يسلوكهم السم في الاكل وناكل وما يقسمونا انتوا يا اخوانا برضه انا الله انا ضايف قاعد يا ابني شديد يعني. انا ما بقول الناس انا بقيت اني تحفظ في لايفات كثيره يا حامد ما اخفيك يعني الفتره الاخيره دي صحيح اني تحفظ في لايفات كثيره لكن برضه انا بنقول غير اخواننا بنقول الوطن ده يسعنا كلنا بنقول بكره بعد بكره حيشوف حيراجع حساباته وحيبقى ان شاء الله انه كلنا ايادينا متزلمه في وطن واحد يسعى الجميع وان شاء الله ما في اي مشكله. ونحن برضه لانه من النسيج يا 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 حامد حبينا نعمل معك مداخله نوري الشعب السوداني نحن والله انا صحتي فيها هكر فيها مشكله ما بقدر بطلع عارف انا عارف 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 انت عارف الكلام ده حتى امبارح انا ضربوني معي فضل الله برضه علشان هتكلم في خمس دقائق برضه اخونا فضل الله برضه ممكن يواصل يوصل لك رساله اديني له هاي يا اخوانا ما عاش ما عاش من يفرق بالعنصريه ابدا ابدا والله يا عثمان اسمع يا عثمان عثمان ابشر يا راكز يا اخي ما بحايل تبكينا احنا والله معاك سوا وكلنا من اجل السودان وحرفنا القسم انه عن ابن الوطن وتحياتي ليك. انا لما كان بقول انه في حاجات ما داير اطلعها عشان الرجال عشان عين بنكرم 100 عين فهمت بنكرم 100 عين عشان كده في حاجات ما داير نطلعها عثمان ابدا لكن احنا حاولنا بس نرد بشيء ثابت وانت عارف انه احنا والله قلبا وقاربا كلنا واقفين مع بعض وما في حاجه بتشتتنا والله ده بيجمعنا بس وده كله بخلينا احنا نكون قوه ونكون رجال ونبني وطن ان شاء الله وطن يسعد الجميع ان شاء الله. تحياتي يا صديقي ان شاء الله نتلم في وطن واحد وطن يسعد الجميع ندعوه كلنا فوطن مدينه للسوداء لو قام 60 سنه انت عارف يمكن اكثر مني كمان لو قريب 100 و150 سنه صحيح الوطن ده السودان ده ماشي غلط يا اخو لسه ما ماشي في الخط طريق الصعب ولسه محتاجين من الشغل كثير والله العظيم انا لما كنت بتكلم مع تخيلي لما نقول لك ناس يموتوا عشان 6000 شخص يموتوا عشان مشكله صغيره جدا جدا معناها احنا يا جماعه محتاجين شغل كثير جدا جدا محتاجين نفهم مكون الشعب السوداني ده شنو. انا والله بعض المرات لما اسمع حيات يعني ممكن تكون خارج نص لكن انا برجع لاني بشوف ان الوطن ده كله ماشي غلط عشان انا اصبح يا اخي كتر الله انت خيرك يا اخي المنبر 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 حقنا كلنا وتحياتنا لاخونا علي حباني برضو قاعد يشاهد اللايف ده يا عثمان قبل ما تتخرج اخونا علي حباني جم الداخل وقاعد برضو من عبر اللايف كلامك له شنو يعني وصيتك لعلي حباني طيب علي حباني انا بحيو يا اخوه طبعا ديري غريب علي انا عرفت لاني هو غريب ساكنين انا هو في شارع واحد هو من اولاد اندرفان في مبدا انا هو ساكن في شارع واحد كويس يعني فتره طالت وانا ما عرفت الا عبر اللايفات دي علي حباني بيني وبينه تواصل ترابط كثير بحييك يا علي حباني بحيي الاداره بحيي كل الشعب الثاني بحيي رجال المقاومه خليكم متماسكين يا جماعه الناس اللي بيحاولوا يقسمونا يمين شمال خليكم متماسكين ما تفرخه في اي واحد يخش بيناتنا توحدنا ترانا البشير هنتوحد ان شاء الله نبني الوطن ده وتكون في عداله اجتماعيه حقيقيه واي واحد اخطا يا 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 على مدى 63 اي واحد اخطا من الشمال من الشرق من الجنوب من الوسط اي مكون اي شخص اي حزب خطا مفروض يتحاسب يا اخواننا. وانا اتمنى برضه الناس ما يعموا من حاجه يعني رساله برضه رساله بسيطه لي يا اخواننا بيطلعوا لايفات لو اي بس الناس عند اخطاء عند اي خلافات اتمنى انه يجزوها زي كده زي لايف صالح مصطفى قبل شويه كان بيتكلم برضه انه كان بيجزء الاشياء حتى كبيره لو بسطنا منه بيتخذ الاخطاء وين لما بيجمع الحياه لانه بعض مرات الحاجه بتجمع لكل الناس بكل الشماليين بكل النيليين كيف برضه بتخرج شرخ والناس ما بتحس بالكلام ده انت اللي بتحسبه لكن انت بيشارككم بيشارك وطن واحد يسانا وعارفين الوطن ده جريح بينزل ماذا ينزل لحد
فضل، لكن احنا بيننا تواصل ان شاء الله قاعدين في كل الغرف عشان نحاول نعدل مسار الثوره، نعدل حتى نعدل مسار الميديا ده. شكرا جزيلا يا عم. طيب اول حاجه شكرا جزيلا لاخونا عثمان وابو جعد الدخيري، تحياتي لكم كثير وتحياتنا لكل الشباب، تحياتنا لاخونا علي حباني. انا بحييك يعني، وكلامك انت اللي قلته كتبته هنا ده كلام جميل، ونحن لما كتبنا الكلام ده كتبناه على حاجات موجوده، على شيء موجود، والشيء الموجود هو اللي احنا نخلال عنه يعني نتكلم عنه، واحنا ضد العنصريه وضد الانقسام وضد القبليه. ممكن اول مره يعني ممكن تجي عابر على اللايف ده ممكن يتنقل لك، انا بحييك برضه، لكن في حاجات خلتنا احنا نقول الكلام ده، واحنا ضد العنصريه وضد الانفصال وضد كل حاجه ماشيه يعني بتفرق الوطن. السلام عليكم ورحمه الله. اخونا فضل الله الراكز، صوتك بعيد، اتفضل. مرحبا بك اخوي حامد يا اخي. اتفضل يا اخوي، تحياتي لك كثيره وتحياتنا لاهلنا كلهم بدون فرس في شرق السودان الحبيب، وتحياتي لك في المملكة العربية السعودية. تحياتنا لك برضو موصولة، وتحياتنا لمتابعينا وكل منبرك الطيب ده، والله منبر يعني منبر من منازل الحق يا حامد يعني هذا لله. ويا حامد يعني مداخلتنا بالنسبة لموضوع صوت واضح، تفضل. نعم، بالنسبة لموضوع الاختراقات اللي تحصل في الحدود دي ما مقبولة لنا نهائيا. كويس. يعني نحن كرامتنا في أرضنا وفي وطننا يعني بجد بجد، لو في معركة نحن مفروض مفروضة هي معارك إنه وطننا يكون لنا يعني سيادته كرامته حدوده كل شيء فيه، دي أهم معركة. أنا أهم من إنه نحن نتواجه في بعض خلاص. الحاجة الثانية يا أخي، والله الخطاب العنصري ده أنت عارف كويس يا حامد مدى ربطنا ليه، ومدى ما إنه نحن نتجاوز ونتجاهل الصوت الشاذ بتاع العنصرية ده أيا كان مكانه، أيا كان مكانه يعني ما مرحب بالكلام ده، وخصوصا المقطع الصوتي الأخير ده يهمنا جدا انه نوضح انه المراه اللي قالت الكلام ده، الكلام ده ما يمثل الا نفسها، ما يمثل الا نفسها، لا بتمثل قبيلتها لا اقليمها لا منطقتها لا جزيرتها، ما بتمثل الا نفسها، ما في اثنين بايدوها بالكلام ده. احنا بنرفض بشده، وزي ما قال الاخ عثمان هنحاول بشتى الطرق انه نصل ونمنع ثاني انه يحصل الكلام ده. وفي المقابل برضه بنربط كل الأصوات اللي قبلها واللي بعدها بنفس الحتة، الناس تحدد المشكلة، ما هو الليلة لو أنا مشيت اتهمت ناس بالباطل هم ما سبب في المشكلة وظلمتهم، أنا مشكلتي ما حتتحل، تاني بكرة الوطن حيكون عنده نفس المشكلة، لكن نحن نحدد المشكلة بالضبط هي شنو ونحلها حامد مع بعض. ولا يسع الجميع، ولا عاش من يفصلنا ولا عاش من يفرق بيننا، وما في أي صوت شاذ ولا في أي شخص يقول لك أنا بمثل الإقليم الفلاني، أنا من أقصى الشمال، ما في زول بيقدر يقنعني إنه دارفور ما بلدي، بلدي غصبا عن أي زول، بلدي خلاص. وكذلك مرحب بأي زول من دارفور بلده غصبا عني أنا ذاتي شمال. بالطريقة دي نحن دايرين وطن، المناطقية القبائلية الحركات اللي ما كويسة نحن اتولدنا لقيناها موجودة، نحن ما عملناها. الحاجات دي تنتهي، الثورة دي قامت عشان تنتهي من الحاجات. أي نعم أهدافنا كلها ما يتحققت، لكن دي أهداف إحنا نظل مسكين بأهدافنا دي، ما هنغير أي حاجة بأهدافنا دي. فيا حامد كلنا يد واحدة يا حامد، كلنا من أجل السودان وكلنا من أجل الوطن، وأي صوت شاذ بغض النظر عن مكانه اللي هو الموجود فيه مرفوض وما بيمثل مكانه. دي رسالتنا، نتمنى انه الناس تتقبلها، وان شاء الله ما في حد يقدر يميز بيناتنا، والوطن كل الوطن للناس يا حامد، كل الوطن للناس. انا شاكر لك كثير يا اخوي فضل الله ابراهيم، فضل الله ابراهيم لك التحيه، تحياتي لك كثير من ابرد تحياتنا لاهلنا في شرق السودان الحبيب، وتحياتنا لاهلنا في شمال السودان، وتحياتنا لأهلنا في كل بقاع السودان. فنحن والله أنا حبينا أنه ننور الناس بالمواضيع اللي قاعدة تحصل دي،
عشان نحن نقدر يعني بالجد عشان نحطها في مكانها. وانا عارف انه والله في رجال وفي شباب وفي شيبه همهم الوطن، وانا عارف انه والله الثوره دي ومن قبل الثوره احنا لامانه مع رجال جد، احنا ما بنقول الشرك كله. وقبل ما انت بتعرف يعني معلش للمقاطعه لكن دايركت ترد لي برضه، لان انت بتعرف انه ما بدات الثوره دي ومن الناس عرفتنا في الثوره دي بنتكلم في قصه الطفيليه، كان ما قاعد نجيب قصه القبيله، بنتكلم في الطفيليه دمرت السودان، والطفيليه دي فيها كل ناس، فيها الغربي فيها الشرقي فيها الوسطي فيها غيره. وده كان كلامنا احنا في اللايفات، ممكن يكون كثير جدا وبعض مرات بنخطا، حتى انا حامد ذاته بخطا، لكن بعد ده احنا قلنا انه اي حاجه بقت طرف نجيبها نخطها عشان الناس تعرف اتجاهها، بعد ذاك تتوقف عشان النبرات دي نبرات سيئه جدا وما بتودي السودان لقدام، ما بتودينا لقدام. يعني احنا بجد عن الكلام ده بالنسبه لنا حار، لكن في قصاد عين بتكرم 100 عين زي ما بيقولوا الناس. وانا اسف جدا يعني اذا كان مثلا شكلت ازعاج لناس معينه واصدقاء، لكن طبعا الوطن ده ما داير مجامله، لازم اي انسان يتخطى يعني زي ما بيقول في مكانه. والاخطاء بتجي من كل الاتجاهات، ما بتجي من الشرك لوحده ولا بتجي من القرب لوحده، كلنا خطاؤون وخير خطاؤون التوابون. ونسال الله سبحانه وتعالى انه ربنا يجمعنا في وطن واسع ان شاء الله. اتفضل كمل. امين يا رب. هو الحقيقه موضوع الطفيليه ده مهم جدا يا حامد، وبالمناسبه نحن لازم نظرتنا تكون اوسع من حدودنا في موضوع الطفيليه، نشوف الحوالين الحاصل شنو. الطفيليه دي ما موجوده في السودان. الاستعمار ده لما خلى البلاد اللي كانت مستعمره، ما استغنى عن البلاد دي، لا بالعكس لسه عنده رغبه انه يمتص دم الشروق دي وموارده. والدليل على كده حتلقى الصبغ العربي موجود في اي مكان بمكتوب عليه صنع وين ما عارف ايه، كلكم عارفين. حتلقى اللحوم السودانيه يعني كل البلد مسروقه، يعني ما كل البلد مسروقه. مسروقه كيف؟ بالطفيليه. والكلام ده ما في السودان بس بالمناسبه يا اخواننا، الكلام ده في اسر كثيره، في دول كثيره، في اسر معينه حاكمه، بيموت الابو بيجي الابن بيجي الاخو. يعني الاستعمارات دي لما طلعت ما استغنت عن الدول دي، لا لسه اهدافها موجوده واطماعها موجوده، لكن بدل ما كانت مواجهه بالجنود ومواجهه بصوره مباشره، بقت الحكايه انه يزرعوا اسر تمثلوا عباره عن ازرع عليهم. فالحكايه دي خلاص نحن وعينا لها، نتمنى انه نحن نتساعد لانه الاسر دي نخليها عاجزه انه تنفذ الاجنده دي وتتحاسب كمان على الحاجات اللي هي نفذتها. فده بالنسبه للطفيليه. والطفيليه معروفه انه موجوده، ومعروفه من هم الطفيليين، ومعروف انهم قاعدين يعملوا بشنو، ومعروف حجم الاذى اللي سببوه في البلد شنو، والعلاج معروف. لكن مستحيل يكون العلاج انه نحن نتفرج، فرقتنا هي عباره عن تمكين للطفيليه دي نفسها. لكن اذا نحن اتحدنا وقفلنا الثغرات، الليله الصوت الشاذ اللي بيظهر مثلا من اي اغليم مثلا بيشتم في اغليم ثاني او في قبائل ثانيه، القبائل الثانيه دي لما ترد والقبائل الثانيه دي رد لها زول، فالحكايه دي لما تستمر الوحيد المستفيد هو الطفيليه اللي حس نحن بنحاول ننقذها. الوحيد المتضرر هو المواطن، انا وانت يا حامد. الليله نحن في بلد كلها خيرات، تمتلك موارد العالم كله بيحسدك عليها، لكن لا انا لا انت قادرين نقعد في بلدنا عشان ناكل اهلنا. اتحدى اي سوداني اسرته ما معتمده على زول من برا انه يشتغل يساعد، مع انه بلدنا فيها الامكانيات والمقومات انه تساعد دول برا، وكانت بتساعد، كانت بتكسي الكعبه، كانت بتدعم حتى اوروبا دي، دايرنا على اوروبا قبل. فيا اخواننا الحل الوحيد قوتنا في وحدتنا، ننبذ الاصوات الشاذه دي ايا كان اتجاهها وين، نتماسك، نقفل الابواب على اي عدو داير يصيب النسيج بتاعنا. نحن واحد يا حامد، نحن واحد، ما في احنا افريقيا، امنا افريقيا، ابونا افريقيا، بلدنا في افريقيا. احنا بنتعاطى باللغه العربيه يعني كلغه بتاع التواصل، لغه اهل الجنه، لغه بتاع دين غالبيه السكان في السودان، في ظروف فرضت اللغه العربيه دي. والا عندنا لهجاتنا، ما في يعني ما ندر من السودانيين ناس ما عندهم لهجات، كلنا عندنا كلامنا، عندنا لهجاتنا. المراه الشاذه اللي طلعت اليوم بتتكلم عن ابن اخواننا في الغرب عندها لهجتها المحليه، هي ما عربيه اصلا،
المشكلة يا اخواننا انه كيف نحن نقبل بعض، كيف نحن نتمنى انه الحاجة اللي قام بها اخونا ابو شهد دي تكون حاجة عامة، يعني ما تتوقف على اتجاه واحد. يعني مثلا سمعت صوت شاذ من منطقتك بيوجه رسالة حتى لمنطقة تانية، انت تطلع تقول انه الكلام ده ما بيمثلك ولا بيمثل منطقتك. نفس الشيء انت قاعد تعمل كده، كلنا كده بنقفل الابواب قدام الطفيلية، قدام السرطانات اللي دايرة تنصر عنصرية، تنشر العنصرية. فيا اخواننا الوطن بيسعنا، والله الوطن ده واسع وبيسعنا خيره كثير وبيكفينا كلنا، لكن لما نحن نفترق ونتحارب ونتشاتم ونتراشق، صدقني ولا واحد فينا حيكون مرتاح في الوطن ده. وطن ما بأي مجال للتقسيم تاني، اتفقنا انه في حته اتقسمت مننا غصبا عننا وبدون ارادتنا، لكن خلاص طيب على قدر الموجود حاليا. احنا بنحب نوجه رساله لكل الناس اللي عندهم اطماع في بلدنا، العايز مينا والعايز يورانيوم والعايز مساحات خاليه يزرع فيها قمح، كلكم بنقول لكم يا اخواننا معلش وطننا تاني خلاص ما حيكون تحت امركم. وطننا لينا نحن بس، وداننا لينا نحن بس كلنا. وتحيه لك يا حامد وشكرا لك يعني، وشكرا لمبارك ده انه سمحت لنا انه الواحد يعني يوصل رسالته عبرك. أول حاجة كتر الله خيرك، شكرا لك كثير أخونا فضل الله، تحياتي لك والمنبر، منبر الشعب السوداني ومنبر جروب من كلنا من أجل السودان وكل إنسان حر. تحياتي لك كثير جدا، وأنا شاكر ومقدر على الظروف المارة على الشعب السوداني ومارة بين إحنا كلنا، فتحياتي لكم كثير، وبتصل عليكم بعد ما أخلص اللايف، هخلص حسي وبتصل عليكم إن شاء الله كلكم. تحياتي لكم، ليلة سعيدة إن شاء الله. مرحبا بك وشكرا لك والله يهديك. طيب شكرا جزيلا شباب. هنا قبل شويه في واحد بيقول لي يوسف زكريا، بيقول انا من باسوندا، تحياتنا لك يا يوسف، انا شايفك انت كتبت كثير، تحياتي لك كثير، تحياتنا لكم كلكم الناس الموجودين هنا واهلنا في باسوندا. برضو بنزل تليفوني هنا بتاع الواتساب، انا شغال بول واتساب، ما التليفون بتاع الاتصال هو بتاع واتساب فقط. الناس الدائره تتصل علينا عبر الواتساب، بتنزل الرقم هنا، مرحب باي انسان داير يتصل علينا من عبر الواتساب من اهلنا في 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 بابا موسى، بقول لها شنو هي في باسوندا. تحياتنا اليوم من كل عندنا ابناء الوطن. واول حاجه بعتذر ثاني، الناس اذا شايفه نحن من جعجع الامور، الامور ما دايرين نجعجع، لكن دايرين نخط اي حاجه في محلها عشان ما يجوا حجم الناس يقولوا والله يا اخي انتوا عنصريين وانتوا انتوا انتوا. احنا حاولنا نطلع الحاجات دي في حاجات كثيرة زي ما قلت لك، واحنا قلنا دايرين دولة تكون دولة، وعشان دولة تكون دولة اي انسان داير السودان ده يتبني، السودان ده فيه حاجتين بس لازم يكون فيه هنا ديل يتبني. اذا بقت فيها اشياء معينة السودان فيها، السودان ما بيتبني نهائيا. اول حاجة الاحزاب السياسية والادارات الاهلية، اسمع الكلام ده كويس، واللجان الشعبية، والجيش الأصلا ما جيش، والشرطة الأصلا ما شرطة، دين خمسة، في اثنين ما بينشالهم في وقت الراهن، الشرطة والجيش. لكن لازم تتنازل من الأحزاب السياسية وأي حزب، بالذات نحن في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وأي حتة، أي حزب خاط يافطة شرطوها، اي حزب شرطه لي يفتقوا، ما دايرين احزاب كله، ما دايرين اي دكتاتوريه، وكلام ده بقوله واضح جدا. اي حزب يجب تشريطه يفتقوا يمشي بمزبله التاريخ. الاحزاب دول تعالوا بعد فتره الانتقاليه، بعد 20 سنه، بعد 10 سنه، ما في زول طالبنا دي ناس الانتخابات مبكره نهائيا. امشوا اخدموا زنون ده وعمل حزب ما بعرفوا للطرح القادم ولا طرح شنو، ما عارف قاعد يوزع، بوزي لي في مويه، بوزي لي في رقيب، بمشي للعيانين، امشوا انتوا ابقوا زيهم، شايف هات سي عملت لكم بريقات بتاع جرسين، امشوا اتبعوا اخونا سعد بارك الله فيه، الان قاعد في نياله موجود، الجود بالموجود. وتحياتنا لكل الناس الشاركت، وتحياتنا لاهلنا وابنائنا الشاركوا في قطر السلام، برضه لهم التحيه، ما عرفناهم رجعوا كيف مع الزحف الكثير بتاعت المشاكل دي، ما عرفنا انهم رجعوا لاهلهم سالمين ولا ما رجعوا لحد هسه، تحياتنا لهم برضه.
وتحية لكل من يساهم الوطن ده يكون وطن أبقوا طيبين ويتكاتفوا، وكلام اللي قلنا له حميدتي لازم يصل ويتنفس. الآن في تململ في داخل الجيش والحركة الإسلامية شغالة بشغل، تحياتنا لكم كثير، أبقوا طيبين. وأنا عاسف اللايف ده طال، لكن كل يوم الساعة 9 بالمساء إن شاء الله بكون اللايف شغال، وحنستضيف كل الإنسان الداري يشارك. في ناس دارين هنا يشاركونا، لكن بقول لكم يا جماعة مداخلة بكرة إن شاء الله. تحياتنا لكم كثير جدا، وأبقوا طيبين وأبقوا قراب، أبقوا كتار، الوطن يسعد جميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.